إرشادات التمريض العاجل، الكسور المصحوبة بجرح ونزيف. من أهم الإسعافات الأولية للكسور المصحوبة بجرح ونزيف هو إيقاف النزيف بالضغط على الجرح باستخدام ضمادة معقمة أو قطعة قماش نظيفة. لأول مرة في مصر التمريض يدخل المنافسة. أهلا بكم في العباقرة تمريض مع الروائي عصام يوسف. ضيوفنا في الاستوديو مشاهدينا الكرام وطلبة كليات التمريض في مصر والعالم العربي، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة في دور الستاشر من برنامج العباقرة. في موسم عباقرة التمريض مين يا ترى اللي حيفوز بكأس البطولة؟ ومين اللي حيحصل على لقب أفضل لاعب؟ ومين هو الطالب المثالي؟ أما المكسب الأكبر إن كل إجابة صحيحة من طلاب عباقرة التمريض هتساهم في تطوير المستشفيات الحكومية في مصر. في المرحلة الأولى كل نقطة ب5000 جنيه وحيتضاعف الرقم وصولا للمباراة النهائية. العباقرة تمريض برعاية وزارة الصحة والسكان، جليات الشركة العالمية الرائدة لصناعة الدواء، وبشراكة البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر. في الحلقات اللي فاتت طلاب مصر جمعوا 11,750,000 جنيه في خزنة البنك الأهلي لتطوير المستشفيات الحكومية. تعالوا نشوف طلاب مصر النهاردة هيوصلوا المبلغ لكام. أول كلية مشرفونا في الاستوديو من محافظة الفيوم، نرحب كلية بكلية تمريض جامعة الفيوم. هيمثل جامعة الفيوم في ماتش النهارده 8 طلاب، هبتدي منهم 4. استعدنا لماتش النهارده باننا شفنا الاخطاء اللي عملناها المره اللي فاتت وحاولنا نصححها وربنا يكرم. اساس النهارده الماتش ده في خوف شويه بس ان شاء الله انا هيعدي وهنكسب ان شاء الله. الحاجه الوحيده اللي كانت مؤثره علينا الماتش اللي فات هي ان احنا كنا بنفكر قبل ما نجاوب السؤال، وده يمكن كان بيدي للجامعه الثانيه سكور اكتر او فرصه اكتر ان هم يتفوقوا علينا. فرحانه جدا اكيد، المره اللي فاتت انا كنت بالاحتياطي بس المره دي ان شاء الله أقدر أساعد الفريق ونكسب الماتش. أما الكلية التانية واللي هتنافس لحصول على الثلاث نقط بتوع ماتش النهاردة من محافظة كفر الشيخ، نرحب كلية بكلية تمريض جامعة كفر الشيخ. هيمثل جامعة كفر الشيخ في ماتش النهاردة 8 طلاب، هتفيدي منهم 4. إن شاء الله هنافس لدورة نهائية، خاصة ان احنا جايين نلعب على الكاس وان شاء الله نرجع بيه. استعدنا انا وزمايلي بقالنا شهرين بنحضر وكنا بنتفق كل اسبوع بنحضر يوم بنسال بعض فيه وبنراجع على الحاجات كتير. يعني دور البنك الاهلي في تطوير المستشفيات دي حاجه جميله جدا، لان احنا المستشفيات في مصر محتاجه تطوير ومحتاجه ان احنا نزود الامكانيات فيها عشان نقدر نقدم افضل خدمه علاجيه بالنسبه للمرضى. انا شايفه ان احنا مستوانا كويس واستعدنا كويس وان شاء الله ممكن نوصل لمرحله متقدمه في البرنامج. أسئلة من دراسات كليات التمريض تشاهدون في هذه الحلقة. من أين يحصل الجنين على المناعة وبعض الأجسام المضادة؟ إجابتك. ما هو الإجراء التدخلي السريع عند حدوث الركفان البطيني لمريض فنتريكولر فيبريليشن؟ العباقرة كليات التمريض 6 فقرات، العلم، المعرفة، الفنون، تحت الضغط، ضربات الجزاء، وعجلة الحظ. وأول حاجة هنبتدي بيها هي سؤال السرعة. سؤال السرعة. كفر الشيخ، اللي بيجاوب صح بيختار مين اللي يبتدي الأول، ده أول ماتش ليكم. والسؤال هو: مفكر مصري أطلق عليه لقب محرر المرأة، فمن هو؟ إبراهيم عبد المحسن إجابتك. قاسم أمين. قاسم أمين، سؤال سهل. قاسم أمين أكيد إجابة صحيحة.
عاصم امين هي الاجابه الصحيحه. وبكده ابراهيم هيختار مين اللي يبتدي الاول. جامعه الفيوم اتفضل. جامعه الفيوم انتوا اللي هتبتدوا الاول. واول فقره هي فقره العلم. العلم. العلم اربع اجزاء: جغرافيا، تاريخ، ادب، وعلوم. جامعة الفيوم عندكم سؤال في جغرافيا، في جوكر جغرافيا، والسؤال هو: في أي دولة من دول شمال إفريقيا تقع ولاية بنزرت؟ في أي دولة من دول شمال إفريقيا تقع ولاية بنزرت؟ إسلام حلبي إجابتك تونس إن شاء الله. إسلام إجابة صحيحة. تونس الإجابة الصحيحة، وهي كمان ولاية مشهورة جدا لأنها ساحلية فمشهورة جدا. كده جامعة الفيوم 10، جامعة كفر الشيخ عندكم سؤال في الجغرافيا، في جوكر؟ لا. جغرافيا، والسؤال هو: في أي دولة آسيوية يقع جبل كوريو؟ في أي دولة آسيوية يقع جبل كوريو مشهور بالهايكينج؟ ثانيتين. شيماء شرف إجابتك كوريا الشمالية. شيماء إجابة خاطئة. في إجابة؟ إسلام اليابان إن شاء الله. إسلام اليابان إجابة صحيحة. اليابان الإجابة صحيحة، برافو عليك يا إسلام. وإسلام بيأيد، فكرتني بأحمد عاطف من جامعة سوهاج، كان دايما كل سؤال يجاوبه يروح مأيد على طول. تمام، النتيجة 20 جامعة الفيوم. وعندكم سؤال في التاريخ، الجوكر في العلوم إن شاء الله. اتفقنا تاريخ، والسؤال هو: الممرضة إيديث كافل أعدمت بتهمة الخيانة العظمى، فما هي جنسيتها؟ الممرضة إيديث كافل أعدمت بتهمة الخيانة العظمى، فما هي جنسيتها؟ 8 ثواني. إسلام إجابتك أمريكية إن شاء الله. أمريكية اللي جابه طلع من عند مين؟ وعندنا كلنا، هو احنا افتكرنا القصة يعني قربنا قصة في دماغنا عن بتعرفين يعني القصة بتاعتها؟ كانت بتموت الناس. أيوة بتموت الناس. تقريبا تقريبا، ده انتوا دمكم خفيف جدا. إجابة خاطئة. بتموت الناس يا مفتريين. في إجابة ولا مفيش إجابة؟ في إجابة. شيماء بريطانيا. بريطانية. خلوني أحكي لكم القصة الأول. هي كانت في بلجيكا، بلجيكا احتلتها ألمانيا. طب الحمد لله برضه. كانت كممرضة بتعالج كل الجنود بغض النظر هم جنسيتهم ايه. الألمان اعتبروها خيانة. شيماء إجابة صحيحة. طبعا بريطانية. النتيجة بقت 10 جامعة كفر الشيخ، 20 جامعة الفيوم، وكفر الشيخ عندكم فرصة تتعادلوا. في جوكر؟ لا. في العلوم؟ إن شاء الله. تمام. تاريخ، والسؤال هو: قام إخناتون بنقل عاصمة مصر من طيبة إلى مدينته الجديدة أخيتاتون، ففي أي محافظة حالية تقع؟ انتوا دلوقتي كان عندكم 12 ثانية، أنا في رأيي كانت لازم تاخدوا الفرصة وتاخدوا منهم 10 ثواني. تمام. إبراهيم إجابتك المنيا. الإجابة طالعة من عند مين؟ من عند شيماء. من عند شيماء. إبراهيم قول لي شيماء إجابة صحيحة. المنيا الإجابة الصحيحة، برافو عليك يا شيماء. 10 نقط مهمين جدا، وبكده النتيجة تعادل 20-20. سؤالين في الأدب، وأول سؤال لجامعة الفيوم. في جوكر؟ لا. أدب، والسؤال هو:
من هو الكاتب المصري الراحل مؤلف كتاب آخر الدنيا؟ روائي وطبيب. مين؟ فاضل 5 ثواني. الإجابة طالعة من عند مين؟ آية المفروض. آية، يبقى آية اللي كانت المفروض تجاوب. إسلام، إجابة آية إيه؟ يوسف إدريس. آية يوسف إدريس، إجابة صحيحة. يوسف إدريس هي الإجابة الصحيحة. الرواية والطبيب هي الإجابة الصحيحة، وهي آية كان المفروض تاخدي أنت العشر نقط دول. النتيجة 30 جامعة الفيوم، 20 جامعة كفر الشيخ. ودلوقتي عندنا سؤال في الأدب لجامعة كفر الشيخ. أدب، والسؤال هو: عرف الدكتور رفعت إسماعيل في سلسلة ما وراء الطبيعة بتناول أقراص معينة بصفة مستمرة، فما هي؟ بتساعد في حالات الذبحة الصدرية، كان دايماً في الروايات تعبان. 5 ثواني. كريم أبو المجد خد الإجابة من نورة وهيجاوب هو. إجابة نورة صح؟ هي اللي كتبت على الورقة، أنا شفت إجابتك. نيتروجليسرين. نورة، أنت قريتي ما وراء الطبيعة؟ لا. طب عرفتي الإجابة منين؟ النيتروجليسرين مفيدة في حالات الذبحة الصدرية والحاجات دي. ونيتروجليسرين يا نورة إجابة صحيحة. نيتروجليسرين الإجابة الصحيحة، وكده النتيجة تعادل 30-30. وبرضو العشر نقط دول هدية من نورة لكريم. آخر سؤالين في العلوم، وأول سؤال لجامعة الفيوم في جوكر. سؤال بعشرين نقطة لجامعة الفيوم، عندكم 20 ثانية، ما تستعجلوش. علوم، والسؤال هو: ما هو الشريان الوحيد في الجسم الذي يحمل دم غير مؤكسد؟ ما هو الشريان الوحيد في الجسم الذي يحمل دم غير مؤكسد؟ إسلام، إجابتك. البلمونري أرتري. الشريان الرئوي. إسلام، إجابة صحيحة. الشريان الرئوي هي الإجابة الصحيحة، وبكده النتيجة 50 جامعة الفيوم، 30 جامعة كفر الشيخ. آخر سؤال في الفقرة لجامعة كفر الشيخ في جوكر. أين سؤال بعشرين نقطة جامعة كفر الشيخ، خلي بالكو لو العشرين نقطة دول طاروا من هنا راحوا للفيوم الموضوع هيبقى صعب. جاهزين؟ إن شاء الله. علوم، والسؤال هو: ما هي الغدة المسؤولة عن إفراز هرمون الكورتيزول في الجسم؟ محدش يكلم، فات 8 ثواني. المرة دي قلت لهم ادوني 20 نقطة أنا بقى حقي. نورة، إجابتك؟ الغدة القزرية. سؤال سهل، حظكم حلو أنتوا الاثنين. إجابة صحيحة. الغدة القزرية هي الإجابة الصحيحة، وبكده النتيجة تعادل 50-50. هنخرج فاصل وهنرجع مرة تانية مع فقرة المعرفة وفقرة الفنون والعباقرة. يبقى طلاب مصر جمعوا 100 نقطة في فقرة العلم، وكل نقطة ب 5000 جنيه بما يساوي 500,000 جنيه في خزنة البنك الأهلي لتطوير المستشفيات الحكومية في مصر. في كليات الولاد بقى أكتر فيها من البنات. أنا مبسوطة. تفسير ده إيه؟
يعني أنا بقالي وزيرة سنة وثلاث شهور أو أربع شهور، كل ما حد يجي يقول لي عايزين نزود فصول تمريض أقول له ممكن ذكور؟ لا طمني، يعني عدينا أولاً دي خلاص. أولاً الإناث والذكور مرحب بيهم جداً في المهنة دي، لكن الولاد الذكور ما بيبقاش عندهم المشاكل الاجتماعية بعد التخرج. خد بالك إن البنات أول ما بيتخرجوا في سن الزواج والإنجاب فانساها شوية، انساها غصب عنها، واحترم إن ده بعد اجتماعي لازم نحترم. طبعا ما اقدرش اقول لها حوديكي في اخر الدنيا في التكليف، لا مش هقدر اعمل كده. صح، الولاد بيقدروا يتحركوا، بيقدروا يشيلوا الشغل في بعض الاقسام الحرجه زي الطوارئ والحروق والمسعفين، في تخصصات في مهنه التمريض الولاد بيشيلوا فيها كويس. صح، البنات هم اساس التمريض، لكن يصح ان انا نشجع الولاد. وليه المؤشر الثاني أو الهدف الثاني؟ مصر بتتحاسب على معدلات البطالة، 100% من خريجين التمريض بيشتغلوا. صح، ولو خرجت أكتر من كده 20 ضعف، 100% من 20 ضعف هيشتغل. لأول مرة في مصر التمريض يدخل المنافسة. العباقرة تمريض مع الروائي عصام يوسف، الخميس والجمعة والسبت الساعة 6:30 مساء حصريا على القاهرة والناس. أهلا بكم في العاصمة.